صفوة سبحان الله. نعم. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. العاقل اللي فيهم من التقي يعني القضية نسبية يعني قضية نسبية يعني قال قائل منهم ما عندنا المصريين يقول لك يا عم هو كله ضرب ما فيش شتيمة يعني فيش درجة وكلاهما أذى وكلاهما أذى يعني مكر بشياك بهدوء لا تقتل يوسف يا سلام والله ما شاء الله عليه لا لا وألقوه في غابة الجب شفت تخيل ألقوه في غابة الجب سمي الجب جبا لأنه جب من الأرض أي قطع منها الجب يعني البئر البئر به باء ويقطع سبحان الله ده مقطوع من الارض فذلك سمي جبا كيف مقطوع؟ مجبوب يعني الشيء المجبوب يعني مقطوع ببطن غور الارض فهو كان مقطوع من داخل الارض نعم. يعني فدلهم على ايه على القصه يعني هذا بشكل او باخر يساوي او اطرحوه ارضا ما نفس القضيه اطرحوه اتركوه لا لا هو على امل ايه على امل ايه ياتي سياره يعني يمكن كده وهو اسمه انتوا طرحتوه ارضا بس راح في بلد ثاني خلاص وهناك لا في لا انترنت دولي ولا انتربول دولي ولا حد يجيبه خلاص ما خلاص انت خرج ولم يعد صحيح خرج ولم يعد لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب يلتقطه بعد السياره ان كنتم فاعلين خلاص المهم جمع على حافه البئر والقوه يتعجب لماذا يا اخوتي القلوب لما تقدم من قساوه ومن حجاره لا تنتظر منها خيرا فكان يتشبث بحافه البئر لا بعلى على رسله طيب 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 هو لفظه والقوه يعني ارموه تمام ليس مثلا ضعوه لا لا ضعوه لا ما فيش ضعوه فهو بيتشبث انزلوه هو لا لا القوه ارموه زي اقذفيه ارميه خذ ارموه في الجب ارميه فلما القوه وغيابه قاعده من الاخر خالص اطمئن انه نزل تحت يا لطيف اي قسوه هذه فما هو الايمان لما يولي يا ابني اخوه او بشر حتى واللي بيظلم يا ابني اللي بيظلم اخواته واهله ويعق امه ويؤذي زوجته ويؤذي جيرانه ويؤذي الموظفين اللي تحته ويؤذي عباد الله ويسجن ويقتل سناتي على ربط هذا بالواقع لكن انظر المهم فالقوه في غيابه الجب يلتقطه بعد السياره هم اخذوها كذا فامسك بحافه البئر فيضربوها على يديه يا لطيف حتى يفك او يضغطوا على يديه الله يا الله يا الله بس شوف انا هروح لمنحة سريعة وارجع تاني طيب هذه اليد التي ضربت وكانت يد سفلى لما استأنست بالله عز وجل جاء عليها يوم هذه اليد التي ضربت صارت يدا سفلى قالوا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا صارت اليد السفلى يدا عليا فإن الله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ده التوحيد اللي ناخده من صفة الصفة قصة العقيدة لا إله إلا الله اوعى تظن أن المظلوم يجي عليه يوم يظل مظلوما اليوم يا محمد ابن يومان يوم لك ويوم عليك اوعى تظن أن اليومين عليك أبدا وأنت أيها الظالم مهما كنت لا تظن أن اليومين لك أبدا يجي يوم عليك أبيض على كل مظلوم أسود على كل ظالم وعلى الباغي تدور الدوائر لابد ليحق الله الحق بكلماته سبحان الله قل جاء الحق وزهق الباطل لكن فضل شيخ يعني هنالك من فرعا كما يقال بالحياة لا يا ابن لا 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 والله لما لا والله أبدا يا ابن والله لما تنظر إليه هو أتفه من التفاهة في فرعنة يعني نرى كما قال الحجاج رؤوسا قد أينعت لا 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 شوف 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 الله عز وجل قادر أن يقطفها بكلمة الحق ده فيه ناس من قوة الحق زي سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف هذا الضعيف الذي ترى أنت الآن ضعيفا وفيه سبحان الله كما هذا قال. صبي وماله لكن قوته بالله مع أن يقول لك هذه قوة يعني زي ما وصفنا مرة النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا إن النبي في قوته يعني إذا مرت النسمة السكرة به تجرح خده سبحان الله نعم. يعني لو فالصالحون دول لا تستهين أبدا بضعفهم قوتهم في ضعفهم فسبحان الله فلا تخشى وإنما قل أيها المظلوم سوف تنصر أيها الظالم سوف تقصم سيدنا يوسف في هذه الحالة كان ربما هل صورت الآيات كتب الأحاديث كتب السير قالت كتب أما على طول المحنة لما نزلت أو هو القوة أين المنحة لا المنحة الله أين المنحة منحتين الأولى يد جبريل تحت أقدامه
فما نزل للغابة الجب تحت أقدام سيدنا، تحت أقدام خلاص تلقاه. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. نزل عليه الوحي في هذه اللحظة. يا الله جبريل يده قال له لا تخف أنت نبي.